في حاجات تانية نقدر يعني نحسنها ونظبطها. زي ايه؟ اول حاجة التدخين، وده انا دايما ببتدي بده لان ده نقدر نبطله. في علاقة وطيدة والابحاث كلها قالت ان التدخين والدخان عموما، مش بس ان انا ادخن، لا ده انا لو قاعد في مكان ناس بتدخن، يعني تعرض الناس للتدخين او الدخان بيزود نسبة الاصابة بالتصلب المتعدد. دي نمرة واحد. نمرة اتنين السمنة، انا بكلمك في الحاجات اللي نقدر نقاومها. السمنة وجدوا برضو ان كل ما زاد وزن الانسان كل ما زاد نسبة اصابته بالتصلب المتعدد. غير كده فيتامين دال. فيتامين دال ده بقى اللي هو محطوط في كل الامراض دلوقتي. فيتامين دال ده مهم جدا، ده مصيبة سودة، محدش واخد باله منه خالص. بالظبط. دايما لما اشخص مريض ام اس اروح طالباله، او تصلب متعدد اروح طالباله فيتامين دي. ابص الاقيه في الارض، بسمع ارقام غريبه، اشوف ايه ده 6 9 بس ده المفروض 30. النقص ده يا دكتور ده من بدايه من 30، ده اللي هو النورمال بدايه من 30. النقص ده يا دكتور بيكون مسبب من ضمن مسببات المرض طبعا عفوا، ولا بيكون يعني فكره ان هو يكون قليل قوي كده بيكون خلينا نقول توابع او سايد افكتس للمرض او كونسيكونسز للمرض؟ لا هو مسبب، يعني احد المسببات او عوامل الخطوره، بنقول عليه عوامل خطوره. بمعنى مثلا مريض الجلطه بتقولي له عوامل الخطوره اللي جابت لك الجلطه ان انت عندك ضغط وسكر ومشاكل في القلب ورفرفه اذينيه في القلب و و احنا في التصلب المتعدد بنقول له التدخين، السمنه، نقص فيتامين د، دي كلها عوامل خطوره. عشان طب هم ليه عرفوا كده؟ لقوا ان الاطفال اللي بتتعرض للشمس واللي عندهم فيتامين د كويس اقل عرضه للاصابه بالمرض. فربطوا ما بينها، طالما اللي عنده فيتامين د كويس وبيتعرض للشمس كويس والالترا فايولت ريز كويس، دول اقل عرضه للتصلب المتعدد. اذا العكس بالعكس صحيح. لما دول يقلوا يبقى انا اكثر عرضه للاصابه بالتصلب المتعدد. رابع حاجه احنا قلناها خلاص اللي هي الشمس، بقى تعرض للشمس اللي هو الشمس الحلوه مش الشمس الحارقه بتاعت الساعه 12 الظهر. يعني دايما العيان اقول له اتعرض للشمس يقول لي انا 12 الظهر بقف كده تحت الشمس. لا طبعا ده دي الضاره. انت ما تجيش تتعرض في الوقت الضار، لا احنا عايزين يا اما الشمس بتاعت بدري يا اما الشمس اللي هي بتاعت الساعه 3 4 5 كده قبل الغروب بحوالي ساعه ساعتين. بدري ده اللي هو الساعه كام؟ بدري اللي هو بنقول مثلا من الساعه 8 الصبح، من 8 مثلا لغايه 10، من 7 ل 10 اللي هو الشمس الحلوه اللي ما تضايقكيش اللي ما تنرفزكيش دي. ولو تعرضنا حتى للشمس بتاع الساعه 12 برضو نحاول ان احنا يعني ناخد احتياطاتنا زي طبعا اللي بقى لازم بقى صن بلوك بقى وكده، بس دي مش هتفيدني في الام اس. احنا دايما بنقول للعيان عايزين الوقت الحلو اللي هو بتبقى الالترا فايولت ريز، يعني بتبقى مفيده وتكون الايه اللي مش مضره. غير كده طبعا زي ما قلنا الرياضه الاكسرسايز، برضو وجدوا ان الناس اللي بتلعب رياضه اقل عرضه من الناس اللي ما بتلعبش واللي عايشه حياه مريحه، اللي هو يركب التاكسي يقول له طلعني لغايه السرير. يبقى اذا الاكسرسايز مهم، الحركه، الرياضه، لان ده برضو بيساعد في تقليل نسبه الامراض المناعيه. صحيح. لان معظم الامراض المناعيه تلاقيها بتيجي في الناس ما بتتحركش. صحيح. فيبتدي يعني كل حاجه فيه تتيبس بما فيها الجهاز العصبي. يعني حضرتك قلتي كمان نقطه مهمه انه ممكن تكون كان في عدوى فيروسيه قبل كده. بالظبط، ما هي دي اللي انا قلتها في الاول، ان العدوى الفيروسيه ودي اهم واحده واللي قلتها اول حاجه، ان ممكن يكون في اصابه فيروسيه وعملت خلل في الجهاز المناعي، ان الجسم كون اجسام مضاده ضد نفسه، ضد ماده المايلين اللي احنا قلنا عليها اللي هي اللي بتوصل الاشارات العصبيه. الفيروسات دي فعلا بالفعل ثبت وجود فيروسات معينه، يعني في فيروسات بالاسم اتعرفت ان هي المتهمه. طيب زي ايه بقى؟ ده انا هقول لك مفاجاه حلوه قوي. عندنا اكتر حاجه هتخضك دلوقتي لما اقول لك الكورونا. الكوفيد 19 من الحاجات اللي اثبتت تضرب الجهاز العصبي. نفس القصه. صحيح. يعني في فيروسات ثبتت عليها الابحاث خلاص واتقال ان ديت من الحاجات اللي ممكن تسبب ام اس بطريقه مباشره زي ما شرحناها، اللي هي الابشتاين بار فيروس. في فيروس اسمه كده ابشتاين بار. الابشتاين بار ده وجدوا ان المصل بتاع المرضى بتوع الام اس مليان بالاجسام المضاده ضد هذا الفيروس. يبقى قالوا ايه؟ الله، اشمعنى يعني بتوع الام اس تقريبا كلهم عندهم هذه الاجسام المضاده؟ يبقى معنى كده ان تمت اصابه هذا المريض سابقا، مسبقا يعني، بهذا الفيروس.